السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذه يا أحبتي قراءة. كنا قد شرعنا في قراءة كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف للحافظ الفقيه المجتهد زين الدين ابن رجب الحنبلي، وذكرنا نبذة بالأمس عن الكتاب، وأن الكتاب يتناول فيه مؤلفه ما يتعلق بأعمال المكلفين في الأيام الفاضلة التي اختصها الله تعالى، والشهور كذلك التي اختصها الله تعالى في الأعوام كلها، بدءا من محرم وما يتعلق به، ثم شهر ذي الحجة، وكذلك شهر رمضان. ولما كان شهر رمضان على الأبواب، فإنما هي أيام ثم نستقبله، ارتأت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين مشكورة أن تجعل هذه الندوة تتعلق بما للصوم ولرمضان من فضائل، وبعض المشايخ ربما تناول أيضا مقاصد الصوم ونحوه. ثم ارتأت الرئاسة أن تجعل هذا الكتاب، وهو كتاب لطائف المعارف، على أن نقرأ فيه وأن نستخلص منه ما يتعلق من فوائد تتعلق بشهر رمضان المبارك. وذكرنا كذلك أن مؤلفه لم يقسمه على ترتيب الفقهاء، بمعنى يقول الكتاب كتاب كذا وكتاب كذا فصل كذا، لا، إنما ميزه، بمعنى قال وظائف شهر رمضان، وظائف شهر ذي الحجة، وظائف شهر كذا، ثم قسم أو أدرج تحت هذه الوظائف المجالس: مجلس ذكر الله عز وجل، مجلس ليلة القدر ونحوها. وقلنا أن هذا التفريق كأن المؤلف أي ابن رجب الحنبلي رأى أن الكتاب لم يكن كتاب فقه، بمعنى الكتاب الذي بين أيدينا ليس المقصود به ذكر المسائل الفقهية التي تتعلق بالصيام والحج ونحوه، إنما أراد رحمه الله تعالى أن يجعلها، أن يذكر فيها وأن ينقل فيها ما يتعلق بهذه الشهور وهذه الأيام من الفضائل، حتى يبادر المكلف إلى اغتنام هذه الشهور وهذه الأيام. فلذلك سماها مجالس، وذلك لأن المجالس هي الألصق والأولى بما يتعلق بالتذكير، لذلك نسمي ونقول مجالس الذكر، فسماها مجالس. فيقسمها ويقول المجلس الأول، المجلس الثاني، المجلس الثالث، ثم هكذا. ومع ذلك الكتاب وإن كان كتابا يتعلق بالزهد والرقائق والفضائل، إلا أنه لا يخلو كذلك من فوائد فقهية يبثها المؤلف في ثنايا الكلام، ولعلنا وقفنا على شيء منها بالأمس حين ذكر الفوائد المستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي، أي أضاف الله تعالى في الحديث القدسي أضاف الصوم له. فذكر المؤلف استنباطات لطيفة تتعلق بهذا، ويذكر أثناء كذلك الكلام أيضا مسائل فقهية، كما ذكر في مسألة جواز الرواية عن الإمام أحمد في جواز إذا صلى المرء النافلة ثم أطال في النافلة جاز له وعطش، رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز له أن يشرب شيئا من الماء في النافلة دون الفريضة. الفرائض لا يتسامح فيها، لكن النوافل ربما يتسامح فيها. وهذه يعني عادة المؤلف، وللمؤلف كذلك ميزة أخرى رحمه الله تعالى، فإنه حتى وإن تكلم في الفقه في كتب الفقه كشرحه على البخاري
على صحيح فتح الباري وشرح جزءا من صحيح البخاري، وكذلك في يعني إذا تناول بعض الأحاديث فإنه لابد إذا تناول بعض الأحاديث أي بمعنى أن يذكر فقهها فإنه لابد وأن يعرج كذلك على رقائق ولطائف وإيمانيات تتعلق بهذا الحديث، بمعنى أنه إذا كتب الفقه لابد وأن يستحضر هذه الرقائق واللطائف وكذلك الإيمانيات فيذكرها إذا ذكر الفقه، وكذلك في هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو كتاب يتعلق بالرقائق فإنه لابد وكذلك وأن يذكر أيضا يعني بعض المسائل الفقهية التي تتعلق بما هو في سبيله لأن يتناوله. بل وإن المؤلف، وهذه فائدة أيضا نذكرها، يعني ذكر في موضع من صحيح البخاري لا أذكره أنه ربما لام وعتب على الفقهاء الذين يسردون الفقه مجردا من غير أن يربطوه بهذه الإيمانيات، لذلك قال من شأن الفقيه أن يربط يعني ما يتناوله من مسائل فقهية فيها، سواء كان في أبواب الصلاة، في أبواب الطهارة، في أبواب الصيام، إذا تناول مسألة فقهية لا بد وكذلك أن يذكر ما يتعلق بها من إيمانيات ورقائق. قال وهذا شأن الفقيه، بمعنى هذا من دور الفقيه. وذكرنا كذلك أن وظائف شهر رمضان قسمه المؤلف إلى مجالس، يعني عدة مجالس، والوقت لا يسعنا بمعنى أن نقرأ كل مجلس، فلذلك ارتأينا يعني أن نقسمها على عدد الأيام، هي ستة مجالس، والأيام التي يعني ستقام فيها هذه الدورة وهذه الندوة هي خمسة أيام، فنتناول في كل يوم مجلسا من المجالس، فتناولنا المجلس الأول بالأمس، ثم نقف إن شاء الله تعالى أيضا على مقتطفات من المجلس الثاني، وذكره أو عقده المؤلف في فضل الجود في رمضان وتلاوة القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمصنف وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد الدمشقي البغدادي المعروف بابن رجب الحنبلي، المتوفى سنة 95 و700 من الهجرة النبوية، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، في مصنفه لطائف المعارف، المجلس الثاني في فضل الجود في رمضان وتلاوة القرآن. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وخرجه الإمام أحمد بزيادة في آخره، وهي لا يسأل عن شيء إلا أعطاه. الجود هو سعة العطاء وكثرته، والله تعالى يوصف بالجود. وفي الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله جواد يحب الجود، كريم يحب الكرم. وفيه أيضا من حديث أبي در رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى أنه قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته فأعطيت كل سائل منكم ما نقص ذلك من ملكي إلا كما
لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه، ذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. بارك الله فيك. إذن هذا المجلس الثاني يتعلق بما لشهر رمضان من الوظائف، وذكرنا بالأمس أن شهر رمضان تضاعف فيه الأعمال، وقلنا أن مضاعفة الأعمال يعني بقية الأعمال يضاعفها الله تعالى إلى 700 ضعف، إلا الصوم استثنى الله تعالى الصوم، بمعنى أن مضاعفة الله تعالى لأجر الصائم تتعدى هذا بأعداد كثيرة لا يمكن حصرها. لذلك ذكر المؤلف في ذلك قال: أما مضاعفة الحسنات للصائم فإنه ليس لها حد محدود. ذكر الله عز وجل الأعمال، بقية الأعمال يضاعفها الله تعالى إلى 700 ضعف، إلا الصوم قال فإنه لي وأنا أجزي به، فيضاعفه الله تعالى أضعافا كثيرة. فلذلك عقد المؤلف أيضا في بقية المجالس أي مجالس شهر رمضان ما يتعلق بالفضائل، ومنها الجود والكرم والبذل والصدقة في شهر رمضان. وحسبنا هذا الحديث العظيم الذي قرأه لنا الشيخ أسامة قبل قليل، ولعلنا نعيد قراءته، ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يزيد جوده في رمضان أكثر من بقية الشهور. قال: وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. وفي زيادة عند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم ما يسأل شيئا إلا أعطاه، ما كان أحد يسأله شيئا إلا أعطاه صلى الله عليه وسلم. ثم ناسب كذلك أن يذكر أن هذه الصفة وهي صفة الجود هي من أعظم صفات الله عز وجل، وأكرم بها نبيه صلى الله عليه وسلم وجعله في المرتبة العلى بين الخلائق كلها في هذه الصفة. لذلك قال المؤلف: الجود هو سعة العطاء وكثرته، بمعنى يعطي، وكما جاء في رواية: يعطي من لا يخشى الفقر عليه صلوات ربي وسلامه، إذا أعطى فإنه يعطي من لا يخشى الفقر. ثم قال المؤلف: والله تعالى يوصف بالجود، وفي الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص: إن الله جواد يحب الجود، كريم يحب الكرم. وللإخوة الذين يعني معهم الكتاب المحقق لعلي أذكر أيضا يعني أنبه وأذكركم، يعني المحققون يضعون في هامش الكتاب حديث ضعيف، وهذا ربما حق، لكن نبهنا بالأمس وننبه اليوم. نقول يعني: من كان في رتبة ابن حجر أو ابن رجب وكذلك ابن حجر، ومن كان في رتبة هؤلاء فإنهم يتحرون أشد التحري أن يكون الحديث أقل أحواله أن يكون مقبولا، بمعنى أن لا يكون موضوعا. فدراسة السند جيدة، نقول جزى الله يعني محقق الكتاب حين يقول هذا سند ضعيف، لكن هل يلزم من ذلك ضعف الحديث بطرقه؟ نقول لا، ربما علم المؤلف أن لهذا الحديث طرق أخرى، لأن الحديث الضعيف إذا كثرت طرقه قوية وصح الاستشهاد به، وربما كذلك إذا كان أو إذا جاء يعني في باب واحد وبشواهد كثيرة أيضا ربما صح. فلذلك هذه نذكرها كفائدة حتى يتنبه. وقلنا أيضا ربما كان من مذهب المؤلف رحمه الله تعالى، وهي رواية عن الإمام أحمد وهو قول طائفة من أهل الحديث، أن الحديث الضعيف يستشهد به في فضائل الأعمال،
إذا كان ورد في فضائل الأعمال فإنه يستشهد به. وبينا وذكرنا أن ثمة فرق بين الحديث الضعيف والموضوع، الموضوع والمكذوب مردود على قائله، ما نقبله أبدا. لكن نتكلم عن الحديث الضعيف الذي في سنده ضعف، هل يستشهد به؟ طائفة من أهل الحديث يقولون أنه يستشهد به في فضائل الأعمال. هذا تنبيه يعني لأن ثمة كتب يعني محققة، ربما يدرس محقق الكتاب هذا الحديث بذاته بمعنى بسنده دون يعني طرقه الأخرى فيحكم عليه بضعف. نقول نعم هو ضعيف، والمؤلف في كثير من المواضع ينبه يقول بسند ضعيف، لكن أحيانا ربما يكون استشهاد المؤلف بهذا الحديث باعتبار أنه كثرت طرقه أو كثرت شواهده فصار في رتبة الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الأثر المشهور عن فضيل بن عياض رحمه الله: إن الله تعالى يقول كل ليلة: أنا الجواد ومني الجود، أنا الكريم ومني الكرم. فالله سبحانه أجود الأجودين، وجوده يتضاعف في أوقات خاصة كشهر رمضان، وفيه أنزل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي الحديث الذي خرجه الترمذي وغيره أنه ينادي فيه مناد: يا باغي الخير هلم، يا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وهذا والله من لطائف الربط رحمه الله تعالى، يعني بعد أن بيّن أنه صلى الله عليه وسلم أجود، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، ثم بيّن أن هذه أيضا صفة لله عز وجل أكرم بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك. قال: والله عز وجل يتضاعف كذلك جوده في شهر رمضان، يتضاعف الله تعالى جوده أو يتضاعف جوده تعالى في شهر رمضان. لذلك قال: وفيه أنزل قوله أو أنزل قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي الحديث الذي خرجه الترمذي وغيره أنه ينادي فيه مناد: يا باغي الخير هلم، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. نعم. قال رحمه الله: ولما كان الله عز وجل قد جبل نبيه عليه السلام على أكمل الأخلاق وأشرفها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وذكره مالك في الموطأ بلاغاً، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس كلهم. وخرج ابن عدي بإسناد ضعيف، وخرج ابن عدي بإسناد فيه ضعف من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بالأجود الأجود؟ الله الأجود الأجود، وأنا أجود بني آدم، وأجودهم من بعدي رجل علم علما فنشر علمه، يبعث يوم القيامة أمة وحده، ورجل جاد بنفسه في سبيل الله. فدل هذا على أنه عليه السلام أجود بني آدم على الإطلاق، كما أنه أفضلهم وأعلمهم وأشجعهم وأكملهم في جميع الأوصاف الحميدة. وكان جوده بجميع أنواع الجود، من بذل العلم والمال، وبذل نفسه لله في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم وتحمل أثقالهم. ولم يزل صلى الله عليه وسلم على هذه الخصال الحميدة منذ نشأ، ولهذا قالت له خديجة رضي الله عنها في أول مبعثه: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ثم تزايدت هذه الخصال فيه صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، وتضاعفت أضعافاً كثيرة،
وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. بارك الله فيك. يعني ذكرها هنا رحمه الله تعالى يعني كلاما نفيسا يتعلق بصفاته صلى الله عليه وسلم وهو من نفيس الكلام، فقال: دلت هذه الأحاديث على أنه صلى الله عليه وسلم أجود بني آدم على الإطلاق، كما أنه خير بني آدم كذلك الصفات التي اجتمعت فيه صلى الله عليه وسلم هي أكمل الصفات التي جبل الله تعالى بها الخلق، فجبل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، كما أنه عليه الصلاة والسلام أفضلهم وأعلمهم وأشجعهم وأكملهم في جميع الأوصاف الحميدة، وكان جوده بجميع أنواع الجود مع بذل العلم والمال وبذل نفسه لله تعالى عز وجل. يعني في الكلام الآتي سيذكر المؤلف العلل، يعني استنبط رحمه الله تعالى سبب يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يضاعف جوده في رمضان، فذكر فوائده. قال رحمه الله: وفي تضاعف جوده صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان بخصوصه فوائد كثيرة، منها شرف الزمان ومضاعفة أجر العمل فيه. وفي الترمذي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: أفضل الصدقة صدقة في رمضان. إذن هذا سبب، أو ذكرها هنا فوائد، يعني مما مر من هذه الأحاديث التي بيّنت أنه صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان. طيب لما خص النبي صلى الله عليه وسلم رمضان دون غيره؟ فذكر الفائدة الأولى: شرف الزمان، أي شرف هذا الشهر الكريم، وأن الله تعالى يضاعف فيه الأجر، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرص الخلق على الخير، فإنه عليه الصلاة والسلام إذا علمنا شيئا فإنه كان أول، عليه صلوات ربي وسلامه، أول من يبادر إلى هذا العمل. فكما أنه علمنا أن هذا الشهر شهر تضاعف فيه الحسنات، فناسب أن كذلك أن يبادر النبي صلى الله عليه وسلم فيكثر جوده في رمضان أكثر من بقية الشهور، وذلك لشرف الزمان، وفوائد أخرى كذلك. نعم. ومنها قال رحمه الله: ومنها إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعتهم، فيستوجب المعين لهم مثل أجرهم، كما أن من جهز غازياً فقد غزا، ومن خلفه في أهله فقد غزا. وفي حديث زيد بن خالد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فطر صائماً فله مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. خرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه، وخرجه الطبراني من حديث عائشة رضي الله عنها وزاد: وما عمل الصائم من أعمال البر إلا كان لصاحب الطعام ما دام قوة الطعام فيه. وخرجه ابن خزيمة في صحيحه من حديث سلمان مرفوعا حديثا في فضل شهر رمضان، وفيه: وهو شهر المواساة، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه، وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره، من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال: يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة ماء، ومن أشبع فيه صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة. بارك. هذه الفائدة الثانية، وهو أن الجود إذا ضاعفته في رمضان كان ذلك مدعاة إلى إعانة إخوانك المسلمين من الفقراء والمحتاجين والمعوزين في أن تسد رمقهم وأن تسد حاجتهم،
فلذلك يقبل على الله عز وجل أيضا في هذا الشهر، في هذا الشهر الكريم بالدعاء والاستغفار والصوم. لذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى: منها، أي سبب كثرة جوده ومضاعفة جوده صلى الله عليه وسلم في رمضان، أنه فيه إعانة للصائمين والقائمين والذاكرين على طاعتهم، فيستوجب المعين لهم مثل أجرهم، كما أن من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله فقد غزا. وفي حديث: من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. وهذا مقصد شريف عظيم، بمعنى أن المؤمن يحرص في هذا الشهر أن يسد حاجة إخوانه، وأن يسد خلة إخوانه من الفقراء والمساكين، حتى يقبلوا على هذا الشهر أيضا بالصيام والذكر وطاعة الله عز وجل. نعم. والفائدة الثالثة: قال رحمه الله: ومنها أن شهر رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، لا سيما في ليلة القدر، والله تعالى يرحم من عباده الرحماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل، والجزاء من جنس العمل. أيضا لأن شهر رمضان أيضا يكثر فيه جود الله عز وجل، ويتضاعف فيه جود الله عز وجل، فناسب كذلك من المؤمن أن يتصف بهذه الصفة التي أوصاه الله تعالى بها. فقال المؤلف أن شهر رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، لا سيما في ليلة القدر. فإذا كان الأمر كذلك، فينبغي كذلك للمؤمن أن يبادر وأن يتصف بهذه الصفة، فينشر خيره بين الناس، لا سيما بين الفقراء والمساكين والمعوزين. ثم قال المؤلف: فمن جاد جاد الله تعالى عليه، لأن الجزاء من جنس العمل. ومن فوائدها كذلك قال رحمه الله: ومنها أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة، كما في حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وهذه الخصال كلها تكون في رمضان، فيجتمع فيه للمؤمن الصيام والقيام والصدقة وطيب الكلام، فإنه ينهى فيه الصائم عن اللغو والرفث، والصيام والصلاة والصدقة توصل صاحبها إلى الله عز وجل. وهذا من لطيف الفقه. الحديث مطلق ما قيده برمضان، قوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. قال: هذه الخصال الأربعة إنما تجتمع في شهر رمضان. فقال: وهذه الخصال كلها تكون في رمضان، فيجتمع فيه للمؤمن الصيام والقيام والصدقة وطيب الكلام، وكذلك ينهى فيها الصائم عن اللغو والرفث، والصيام والصلاة والصدقة توصل صاحبها إلى الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: قال بعض السلف: الصلاة توصل صاحبها إلى نصف الطريق، والصيام يوصله إلى باب الملك، والصدقة تأخذ بيده فتدخله على الملك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا.
قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. نعم، وهو الحديث في صحيح مسلم. فاجتمعت هذه الخصال في أبي بكر: الصيام، وذكر كذلك رضي الله تعالى عنه الصدقة. لذلك لما اجتمعت في أبي بكر قال: ما اجتمعت هذه الخصال في امرئ إلا دخل الجنة. لذلك ناسب من المؤمن أنه إذا صام قرن ذلك بالصدقة حتى يجتمع الصوم والصدقة. وكذلك من فوائد هذه الأحاديث قال رحمه الله: ومنها أن الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا واتقاء جهنم والمباعدة عنها، وخصوصا إن ضم إلى ذلك قيام الليل. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام جنة، وفي رواية: جنة أحدكم من النار كجنته من القتال، كجنته من القتال. وفي حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وقيام الرجل من جوف الليل، يعني أنه يطفئ الخطيئة، يعني أنه يطفئ الخطيئة أيضا. وقد صرح بذلك في رواية الإمام أحمد، وفي الصحيح عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: صلوا في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور، صوموا يوما شديدا حره ليوم النشور، تصدقوا بصدقة لشر يوم عسير. وهذه كلها لا شك أنها تجتمع في رمضان، فإن المرء لا بد وأن يقوم شيئا من الليل، يعني صلاة التراويح إذا صلاها هذا قيام لليل، وإذا تصدق كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه خصلة، ثم تجتمع مع الصيام. وهذه الخصال إذا اجتمعت كلها كانت جنة، بمعنى كان حرزا ودرعا على أن يدخل النار. ومن فوائدها كذلك قال رحمه الله: ومنها أن الصيام لا بد أن يقع فيه خلل ونقص، وتكفير الصيام للذنوب مشروط بالتحفظ مما ينبغي التحفظ منه، كما ورد ذلك في حديث خرجه ابن حبان في صحيحه: وعامة صيام الناس لا يجتمع في صومه التحفظ كما ينبغي. ولهذا نهي أن يقول الرجل: صمت رمضان كله أو قمته كله. فالصدقة تجبر ما فيه من النقص والخلل، ولهذا وجب في آخر شهر رمضان زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. والصيام والصدقة لهما مدخل في كفارات الأيمان ومحظورات الإحرام، لهما مدخل في كفارات الأيمان ومحظورات الإحرام وكفارة الوطئ في رمضان. ولهذا كان الله تعالى قد خير المسلمين في ابتداء الأمر بين الصيام وإطعام المسكين، ثم نسخ ذلك وبقي الإطعام لمن يعجز عن الصيام لكبره، ومن أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر فإنه يقضيه ويضم إليه إطعام مسكين لكل يوم، تقوية له عند أكثر العلماء كما أفتى به الصحابة رضوان الله عليهم. وكذلك من أفطر لأجل غيره كالحامل والمرضع على قول طائفة من العلماء. وهذا معنى نفيس أيضا، معنى شريف، لأن مهما بلغ المرء من تحرز يعني في صومه لا بد وأن يقع منه قصور، إما بلغو الكلام وإما بالنظر إلى يعني ما لا يحل ونحو ذلك. فلذلك شرع الله تعالى الصدقة أيضا حتى تجبر هذا الصوم.
كل عبادة شرع الله عز وجل لها مجبرات، فكذلك ذكرها هنا، قال: الصيام لا بد أن يقع فيه خلل أو نقص، وتكفير الصيام للذنوب مشروط بالتحفظ مما ينبغي التحفظ منه. ومن منا الذي يتحفظ من جميع ما يكره للصائم أن يفعله؟ قلة من الناس من وفقه الله عز وجل إلى ذلك. قال: كما ورد في حديث خرجه ابن حبان في صحيحه: وعامة صيام الناس لا يجتمع في صومه التحفظ كما ينبغي، ولهذا نهي الرجل أن يقول: صمت رمضان كله. أنت صمت رمضان كله؟ هل تزكي نفسك أنك صمت رمضان كله أو قمته كله؟ هل قمت رمضان كله؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أسلافنا أن يقول الرجل: صمت رمضان كله أو قمت رمضان كله، لأن إذا ادعيت ذلك لا بد أن يكون قد تخلل صومك من القصور ومن النقص ما تعلمه أنت وما لا تعلمه. فلذلك ناسب أن يكثر المرء من الصدقة في شهر رمضان حتى يجبر ما نقص من صومه. وقيل من العلل التي فرض الله فيها تعالى زكاة الفطر لهذا الغرض، قالوا: لأن رمضان لا بد أن يتخلله نقص، فلذلك فرض الله تعالى زكاة الفطر أن تكون جبرا لما نقص من صيام العبد. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الصائم يدع طعامه وشرابه لله، فإذا أعان الصائمين على التقوي على طعامهم وشرابهم كان بمنزلة من ترك شهوة لله تعالى وآثر بها أو واسى فيها، ولهذا يشرع له تفطير الصوام معه إذا أفطر، لأن الطعام يكون محبوباً له حينئذ، فيواسي منه حتى يكون ممن أطعم الطعام على حبه، ويكون في ذلك شكر لله على نعمة إباحة الطعام والشراب، على نعمة إباحة الطعام والشراب له ورده عليه بعد منعه إياه، فإن هذه النعمة إنما عرف قدرها عند المنع منها. وسئل بعض السلف: لما شرع الصيام؟ قال: ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الجائع. وهذا من بعض حكم الصوم وفوائده. وقد ذكرنا فيما تقدم حديث سلمان، وفيه: وهو شهر المواساة، فمن لم يقدر فيه على درجة الإيثار على نفسه فلا يعجز عن درجة أهل المواساة. نعم، رحمه الله تعالى. إذا يعني الإيثار هذه رتبة قل من يصل إليها من العباد إلا يعني من وفقه الله عز وجل، والإيثار بمعنى أن تؤثر غيرك. قال: إذا لم تكن يعني من أهل هذه الرتبة فلا أقل من أن تكون من رتبة المواسين الذين يواسوا غيرهم من الفقراء والمساكين بما عندهم من طعام، بمعنى أن تشاركهم أو أن يشاركوك في طعامك وشرابك ورزقك، وإن لم يكن يعني ثمة إيثارها هنا، لكن لا شك أن فيه مواساة. ثم ذكر آثارا عن الصحابة في المواساة. نعم. قال رحمه الله: كان كثير من السلف يواسون من إفطارهم أو يؤثرون به ويطوون. كان كثير من السلف يواسون من إفطارهم أو يؤثرون به ويطوون. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصوم ولا يفطر إلا مع المساكين، فإذا منعهم أهله عنه لم يتعش تلك الليلة، وكان إذا جاءه سائل وهو على طعامه أخذ نصيبه من الطعام وقام فأعطاه السائل، فيرجع وقد أكل أهله ما بقي في الجفنة، فيصبح صائما ولم يأكل شيئا. وشهى بعض الصالحين من السلف طعاما وكان صائما، فوضع بين يديه عند فطره، فسمع سائلا يقول: من يقرض المليء الوفي الغني؟ فقام عبده المعدوم من الحسنات، فقام فأخذ الصحفة وخرج بها إليه وبات طاويا. وجاء سائل إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى
فدفع إليه رغيفين كان يعدهما لفطره، ثم طوى وأصبح صائما. وكان الحسن رضي الله عنه يطعم إخوانه وهو صائم تطوعا، ويجلس يروحهم وهم يأكلون. وكان ابن المبارك رحمه الله تعالى يطعم إخوانه الألوان من الحلواء وغيرها في السفر وهو صائم. سلام الله على تلك الأرواح، رحمة الله على تلك الأشباح، لم يبق منهم إلا أخبار وآثار. وهذا في زمن المؤلف، يعني يقول ما بقي أحد على هذه الخصال، يعني الذين يؤثرون غيرهم كما فعل الإمام أحمد. قال كان عنده رغيفين أعدهما لفطره، فجاء سائل فأعطاه إياه. قال فبات طاويا، أي لم يأكل شيئا وأصبح صائما. قال وكان الحسن يطعم إخوانه وهو صائم تطوعا، وإذا جلس معهم يروحهم وهم يأكلون، بمعنى يباشرهم ويقطع لهم الخبز ونحوه، وكأنهم أضياف عنده، وما كان يأكل معهم. لذلك لما سرد هذه النقول عن السلف قال سلام الله على تلك الأرواح، رحمة الله على تلك الأشباح، لم يبق منهم إلا أخبار وآثار. نعم. قال رحمه الله سلام الله على تلك الأرواح، رحمة الله على تلك الأشباح، لم يبق منهم إلا أخبار وآثار. كم بين من يمنع الحق الواجب عليه وبين أهل الإيثار. لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. وله فوائد أخر. قال الشافعي رحمه الله أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. وكذا قال القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا أيضا. بمعنى إذا قلت ما الحكمة من الجود ومن كثرة الصدقة يعني في شهر رمضان فقها، هذا قول الإمام الشافعي، وكذلك هو اختيار القاضي أبي يعلى من الحنابلة. قال الإمام الشافعي أحب من الرجل أن يزيد في الجود في شهر رمضان اقتداء أولا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. فلذلك ناسب أن يكثر في شهر رمضان من الصدقة. نعم. قال رحمه الله ودل الحديث أيضا على استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك، وعرض القرآن على من هو أحفظ له منه، وفيه دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان. وفي حديث فاطمة عليها السلام عن أبيها صلى الله عليه وسلم أنه أخبرها أن جبريل كان يعارضه القرآن كل عام مرة، وأنه عارضه في عام وفاته مرتين. لذلك هذه الفائدة نذكرها، يعني من هذا الحديث استنبط الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، قال يعني يستحب للمرء أن يختم القرآن أقلها أن يختم القرآن مرتين في العام. قال يستحب أن يختم القرآن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عارضه القرآن قبل وفاته مرتين، عفوا في الشهر، أن يعارض أو أن يقرأ القرآن أو يختم القرآن في الشهر مرتين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل في ذلك العام مرتين، في العام الذي توفي فيه. فهذه فائدة ذكرناها استطرادا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن المدارسة بينه وبين جبريل كانت ليلا، فدل على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان ليلا، فإن الليل تنقطع فيه الشواغل، وتجتمع فيه الهمم، ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر، كما قال الله تعالى
فإن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وشهر رمضان له خصوصية بالقرآن، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في ليلة القدر. ويشهد لذلك قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقد سبق عن عبيد بن عمير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالوحي ونزول القرآن عليه في شهر رمضان. وفي المسند عن واثرة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره، وقد صلى معه حذيفة رضي الله عنه ليلة في رمضان، فقرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، لا يمر بآية تخويف إلا وقف وسأل. قال فما صلى الركعتين حتى جاءه بلال فآذنه بالصلاة. خرجه الإمام أحمد وخرجه النسائي. وعنده أنه ما صلى إلا أربع ركعات. وكان عمر رضي الله عنه قد أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما بالناس في شهر رمضان، فكان القارئ يقرأ بالمئتين في ركعة حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر. وفي رواية أنهم كانوا يربطون الحبال بين السواري ثم يتعلقون بها. وروي أن عمر رضي الله عنه جمع ثلاثة قراء فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ بالناس 30، وأوسطهم 25، وأبطأهم 20. ثم كان في زمان التابعين يقرؤون بالبقرة في قيام الليل، يقرؤون بالبقرة في قيام رمضان في 8 ركعات، فإن قرأ بها في 12 ركعة رأوا أنه قد خفف. بارك الله فيك. قف إلى هنا. ولا شك أيضا أن من أعظم القرب في شهر رمضان قراءة القرآن وتلاوته، بمعنى أن يداوم على قراءته وتلاوته، فإن الصلة بين شهر رمضان وبين قراءة القرآن أن القرآن أنزل في شهر رمضان. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فلذلك ناسب. ثم ذكر المؤلف أن الأفضل في القراءة أن تكون ليلة، أن يكون في الليل، بمعنى أن المرء إذا أحب أن يتقرب إلى الله عز وجل بأكثر ما يتقرب إليه أن تكون القراءة ليلا. ولعلنا نذكر في هذا الموضع ما ينقل عن السلف رحمهم الله تعالى، أنهم ربما، يعني كما ورد عن الإمام الشافعي أنه كان يختم 60 ختمة في رمضان، وربما أيضا نقل عن غيره ما زاد على ذلك. ثم ما ورد أيضا من النهي عن أن يختم الرجل القرآن في أقل من 3، هل ثم تناقض؟ وذكر المؤلف في موضع، يعني من مواضع هذا الكتاب، أنه ليس ثمة تناقض، يعني بمعنى ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من النهي أن يختم الرجل القرآن في أقل من 3، قال إنما هذا إذا أخذ عادة، بمعنى دائما يعتاده، لكن إذا فعل ذلك في الأزمان الفاضلة وفي الأماكن الفاضلة فإنه يستحب. يقول رحمه الله تعالى: وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3
على المداومة إذا كان يداوم، هذا الذي ورد النهي عنه. فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا، والليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار من تلاوة القرآن. رجل جاء ليعتمر وإنما سيبقى حتى في غير رمضان، سيبقى في مكة يومين ثلاثة، نقول اقرأ من القرآن ما شئت وما استطعت، حتى لو استطعت أن تختمه أربع أو خمس مرات في هذين اليومين. يقول وحديث النهي، نقول لا، حديث النهي إنما ورد إذا أخذ هذا عادة، بمعنى دائما يعتاده. لكن إذا صادف أن كنت في مكان مبارك أو في زمن مبارك، فإنه ينبغي عليك أن تستغل هذا الزمان وهذا المكان فتكثر من قراءة القرآن، وبذلك يرتفع الإشكال ما نقل عن السلف رحمهم الله تعالى من ختم القرآن. وربما بعضهم يقول أنه ربما يختم القرآن أكثر من 100 مرة في رمضان، بمعنى أنه ليل نهار وهو يقرأ القرآن. فإذا كان الأمر كذلك قل لا منافاة بينه وبين ما ورد من النهي، إنما ورد النهي إذا أخذ عادة ومداومة. أما إذا أراد أن يستغل شهرا أو أياما مباركة أو مكانا مباركة، فإن له أن يقرأ من القرآن ما شاء. ثم لعلنا نختم كعادة المؤلف رحمه الله تعالى، أنه في آخر مجلس يورد كلاما يعني هو أقرب إلى العظة، فذكر في هذا الموضع عظة طيبة، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها، ثم نختم إن شاء الله تعالى هذا المجلس. يا من ضيع عمر، قال رحمه الله تعالى: يا من ضيع عمر، يا من ضيع عمره في غير الطاعة، ويا من فرط في شهره بل في دهره وأضاعه، يا من بضاعته التسويف والتفريط وبئست البضاعة، يا من جعل خصمه القرآن وشهر رمضان، كيف ترجو ممن جعلته خصمك الشفاعة؟ ويل لمن شفعاؤه خصماؤه، والصور في يوم القيامة ينفخ. رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، وقائم حظه من قيامه السهر. كل قيام لا ينهى عن الفحشاء والمنكر، لا يزيد صاحبه إلا بعدا. وكل صيام لا يصان عن قول الزور والعمل به، لا يورث صاحبه إلا مقتا وردا. يا قوم، أين آثار الصيام؟ أين أنوار القيام؟ إن كنت تنوح يا حمام الباني للبين، فأين شاهد الأحزان؟ أجفانك للدموع أم أجفاني؟ لا يقبل مدع بلا برهان. هذا عباد الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وفي بقيته للعابدين مستمتع. وهذا كتاب الله يتلى بين أظهركم ويسمع، وهو القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا يتصدع. ومع هذا فلا قلب يخشع، ولا عين تدمع، ولا صيام يصان عن الحرام فينفع، ولا قيام استقام فيرجى في صاحبه أن يشفع. قلوب خلت من التقوى فهي خراب بلقع، وتراكمت عليها ظلمة الذنوب فهي لا تبصر ولا تسمع. كم تتلى علينا آيات القرآن وقلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة، وكم يتوالى علينا شهر رمضان وحالنا فيه كحال أهل الشقوة. لا الشاب منا ينتهي عن الصبوة، ولا الشيخ ينزجر عن القبيح فيلتحق بالصفوة. أين نحن من قوم إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدعوة، وإذا تليت عليهم آيات الله جلت قلوبهم جلوة، وإذا صاموا صامت منهم الألسن والأسماع والأبصار. أفما لنا فيهم أسوة؟ أفما لنا فيهم أسوة؟ كم بيننا وبين حال أهل الصفا
أبعد مما بيننا وبين الصفا والمروة، كلما حسنت منا الأقوال ساءت الأعمال، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا نفس فاز الصالحون بالتقى، وأبصروا الحق وقلبي قد عمي، يا حسنهم والليل قد جنهم، ونورهم يفوق نور الأنجم، ترنموا بالذكر في ليلهم، فعيشهم قد طاب بالترنم، فعيشهم قد طاب بالترنم، قلوبهم للذكر قد تفرغت، دموعهم كلؤلؤ منتظم، أسحارهم بها لهم قد أشرقت، وخلع الغفران خير القسم. ويحك يا نفس ألا تيقظ ينفع قبل أن تزل قدمي. مضى الزمان في توان وهوى، فاستدركي ما قد بقي واغتنمي. شكر الله لك يا شيخ أسامة وبارك فيك. ومع هذا التذكير وهذه الكلمة وهذه الموعظة التي ختم بها الشيخ ابن رجب رحمه الله تعالى هذا المجلس، كذلك نختم مجلسنا هذا على أن نستأنف إن شاء الله تعالى المجلس الثالث غدا، والمجلس الثالث في ذكر العشر الأوسط من شهر رمضان وذكر نصف الشهر الأخير، فلعلنا نجتمع وإياكم غدا إن شاء الله تعالى على خير. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.